لا عمره ما توقع غير هنبوكسي انا نحكي معك. زينب كريكي 27 عام حاليا كوتش بيرسونال وكندير لاباكس انجليز كندير كيك بوكسين كنت مولوعة من سبور ملي كنت صغيرة بعدا بديتو الاج دو 8 طون اخويا كيدير الام ام اي حاليا ولكن شحال هادي كان كيدير هو الفول كونتاكت في كيك بوكسين ومشيت مع بابا لاصال كنت كنتفرج فيه صافي وعجبني عجبني كيفاش كيلعب وكنت باقا صغيرة يعني 8 سنين راه باقا صغيرة كنت كنتريني في لاصال عادي نورمال بحالي بحال الناس وتقصحت في لاشوفي ديالي جاتني اونتورس كغاف وبما انك كتشفدعي يعني ما خصكش تخدمي برجليك كيف ما قلت لك بما انه دابا في حياتي قلت ما يمكنش نحبس السبور قلت شنو غادي ندير انا ديجا كندير لا بوكس وكنخدم رجليا ما خدامياش مزيان دونك كنخدم بايديا ولا نقلبها بوكس اونجليز وملي درت لا بوكس اونجليز عجبني بزاف كيفاش كتبوجي كيفاش كتلعب كتخدم دماغك زوين عجبني بزاف بقيت كندير بوكس اونجليز جاتني واحد الفرصه انني نقرا قريت في واحد الاكاديمي وخديت الدبلوم ديالي ديال بيرسونال ترينينغ انترناسيونال في لي كوتشين ديالي درت لي زون ولكن غنقول لهم سمحوا لي لي فام كيخدموا مزيان كيكون عندهم فريمون دماغهم يعني في الكوتشين ملي كتقول لهم شي موفمون ولا كيعطيوه لك اكزاكت دماغهم صغير بزاف راه كنتريني بعيالات عندهم 60 عام تبارك الله يعني 60 عام ما كنديش بهم لا بوكس مي كنخدم ليها غير على لا سونتي ديالها يعني كتلقاي امراه كبيره وباغا لا سونتي ديالها باغ كونتخ رجاله قلال فين كتلقاي شي واحد عنده 60 عام ولا 70 عام وباغي غير يتريني هنا كاينه لا ديفيرونس دونك المراه المغربيه غاده مزيان خاصك تعرفي هذاك لو كور ديال هذاك لا بيرسون اللي قدامك خاصك تكوني حافظه ما خاصنيش غير نجي ونقول لك فوالا شنو بغيتي تقول لي شنو بغيتي وشنو بغيتي شنو هما لي زوبجيكتيف ديالي نقول لك صافي يلا دوما نخدمو ونخدم مثلا البروغرام ديالك بحال البروغرام ديال مثلا صاحبتك ولا ديال نو جوجهم لا بوكسز ليا انا والكوتش الناس يعني ملي كتعاوني الناس كتحسي حتى براسك مزيانه كتعجبني خدمتي حيت ديجا كتعاوني كيف ما قلت لك كتعاوني الناس يعني ماشي كديري شي حاجه اللي خدامه في بيرو جالسه خدامه بحال اي واحد نو كنحس براسي كنعاون الناس كيوصلوا لوبجيكتيف ديالهم البنات اللي كيشوفوني انهم يديوها في صحتهم ماشي بالضروره تكون عندك لاطاي زوينه حيت لاطاي زوينه ما عندناش هذه ضعيفه راها زوينه وهذه غليظه راها خيبه راه طاي ديها في صحتك كلي ماكله نقيه ديها في صحتك على قبل راسك ماشي على قبل لاطاي ديالك ولا على قبل شي حد هذه هي النصيحه ديالي بعدا البنات والنصيحه للولاد حتى هما يديوها في صحتهم اللي كيقرا الله يسهل عليه واللي خدام الله يعاونو صافي هادشي اللي نقدر نقول لك